حادث مرور يسفر عن مقتل مسن من ولاية سيدي بوزيد، والأهالي يتذمرون من العبور المكثف لسيارات التهريب. نقص في التجهيزات الطبية يحول دون تقديم الخدمات الصحية المرجوة بمستشفيات المناطق الداخلية. تظاهرات ثقافية وعروض مسرحية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جد اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي بوزيد والقيروان، وتحديدا على مستوى منطقة جمال، تسبب في مقتل شيخ في العقد السابع من عمره. وأكد شهود عيان أن سرعة الفائقة لسيارة محملة بقوارير من الخمر تسببت في الاصطدام بمترجل كان مارا على جانب الطريق، وقد لاذ سائق السيارة بالفرار. هذه الحادثة أثارت احتجاجات أهالي المنطقة الذين حملوا السلطات الأمنية مسؤولية تكرار مثل هذه الحوادث بسبب استغلال الطريق كمسلك من قبل سيارات التهريب وعدم توفر المراقبة الأمنية اللازمة. جاء كهرباء ضربته من الدار هذيك، معناتها كركرته لهنا، والراجل كان ميت لهنا، هذه بلاصة الدم، وشوف معناتها الشراب كيفاش مطيش في الطريق. الكياس هذا يمر منه الأغنام وكل شيء، وديما كل مرة تصير فيها أكسيدون، سواء كان تهريب مازوت ولا عجل وشراب. التقصير وين؟ نعطيك هنا الرومبوان المنعرج نتاع لحظة، قريب لينا. قريب لينا. معناها شوف السلطات شكون، وين السلطات؟ شهدت منطقة حي النور بالمنشية في مدينة القيروان مواجهات بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان المتشددين دينيا، وذلك على خلفية منع إمام جامع المنشية من اعتلاء منبر الجامع وتأدية خطبة الجمعة. وقام بعض الشبان برشق مركز أمن المنطقة بالحجارة، ما أجبر قوات الأمن على استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. تمكنت قوات الحرس الوطني ببنجردان من حجز كميات هامة من الكحول من النوع الرفيع كانت على متن شاحنة ثقيلة متجهة نحو التراب الليبي. وقد أحبطت قوات الحرس الوطني عملية تهريب هذه البضاعة التي كانت مخبأة تحت مادة الأجر. تم إحباط عملية تهريب من طرف مركز الحدودي بالمخاضة تابعة لمنطقة بنجردان بالطريق الرابطة بين مدينة زرزيس وبنجردان باتجاه القطر الليبي، وذلك على متن شاحنة كبيرة مخبأة تحت مادة الأجر. هذه الكمية المهربة متمثلة في خمور من نوع الرفيع، وتبلغ الكمية متاعهم أكثر من 4000 قارورة، والقيمة المحجوزة كذلك أكثر من 400 ألف دينار. هذا تم إيقافهم، تم إيقاف أصحاب الشاحنة أو ممتطين الشاحنة وتحرير محاضر عدلية في شأنهم، وكذلك تحرير محاضر جبائية في المحجوز، وسوف نقوم بإحالته على السلطة الديوانية. نقائص عديدة موجودة في المستشفى الجهوي بالقيروان، نقائص أثرت على جودة الخدمات الصحية، وقد تفسر حالة الاحتقان التي وجدها وزير الصحة لدى زيارته لهذا المستشفى. حالة من الاحتقان وتنديد بنقص وسائل العلاج والبنية التحتية بمختلف الأقسام بالمستشفى الجهوي بالقيروان تزامنت مع زيارة السيد محمد صالح بن عمار وزير الصحة. لي فيتر مكسرين، الماتريال ما فماش، ساشي نتاع بوبيل تقعد بالجمعة تجري على ساشي نتاع بوبيل، اليوم جابوهم لنا، اليوم خرجونا الملح في الجدد، اليوم يسيقوا في الدنيا ويدهنوا ويبيضوا. ناقص أجهزات، ناقص غرف عملية، ناقص مرضين، ناقص أطباء في التبنيش، ناقص أطباء آخرين في جراحة أطفال، حتى أنا وحدي في الاختصاص هذايا تفوت النطاق دونك استيعاب الأطفال. دونك أنا نداء إلى وزارة الصحة، إلى كل المصالح المختصة في أحد استعجالي دونك حل مشكل جراحة الأطفال في القروان. والولي تلقاه كيف نكاية مثلا يتنفس بالسيف وعنده القلب نتاعو، فهمتني؟ والواحد يجيب الولي نتاعو يقعد بثلاثة أربع ساعات خمس ساعات وهو يستنى، فما نقص كبير.
القسم الاستعجالي الذي من المفترض أن يؤمن خدمات استعجالية وتدخلات طبية عاجلة يعجز عن إزداء هذه المهمة لنقص المعدات وعدم جاهزية سيارة الإسعاف. القسم الاستعجالي لهنا فيه تقريب 6 فروشات في ولاية تتجاوز تقريبا 700,000 مواطن. مش موجود سكانير لهنا وش رجع غادي كينا في الغالب. وزير الصحة تعهد بتوفير وسائل العلاج والحد من النقائص الحاصلة ووعد بمستشفى جديد. نحدوا الأولويات ونبدأ ونخدمه واللي نجم ننجوه في الأشهر القليلة هذه باش نعملوه بحول الله. فما كما تعرف أنت مشروع متاع بناء مستشفى كبير ياسر، فما رصد ميزانية ودراسات يعني باش تبدأ، فما 18 هكتار متأكدين منهم، فما زوز هكتارات فيهم اختلاف هذا لازم منه الولاية القيروان. نقائص وسائل العلاج والخدمات الصحية ليست حكرا على مستشفى القيروان، بل المشهد وتكرر بعدد من المستشفيات سيما بالمناطق الداخلية، ما يتطلب إعادة النظر في المنظومة الصحية عامة. ونبقى في المجال الطبي، فتالة من ولاية القصرين تشكو هي بدورها من نقائص وإشكاليات في المجال. البنية التحتية بدورها ساهمت في تردي الأوضاع وحالة دون تقديم الخدمات الصحية للمواطن. صعوبات هامة في الخدمات الصحية بمعتمدي التالة من ولاية القصرين ناتجة عن نقص الإمكانيات والمعدات الطبية بالجهة، إضافة لسوء البنية التحتية التي تحول دون وصول المرضى بأرياف تالة إلى المراكز الصحية. من ناحية النواقص برشا، نبدأها من الطريق، نزيد ونبدأها من التجهيزات مع الناس، سيارات الإسعاف زيد ما ثماش ما هيش متوفرة، الدواء كيف كيف، حتى باش تجي صحيح الطبيب كل جمعة مرتين ولا ثلاثة، أما الدواء ناقص، والماء نشربه فيه ما ناش نشربه في الماء متاع الصالح للشراب، نشربه في ماء لبيء، معناتها نحب ونطالبه بعون ولا عون صحي يجي يشوف يحلل لنا الماء. المواصلات ناقصين برشا، معناها بالنسبة لواحد مريض ما يوصل السبيطار كل معناها ما عادش فيها، بالنسبة للمرأة الحبلة كذلك معناها نعانوا برشا معاناة البرد وفي كل حاجة نقصين في كل شيء. إشكاليات أكد معتمد تالا أن تجاوزها يكون فقط بتعجيل تفعيل مشروع المستشفى الجهوي بتالا والذي حظي بالموافقة الأولية من وزارة الصحة. النقائص هذه مرتبطة بإمكانيات مادية وسائل مادية بحتة تتعلق بالقطاع الصحي أول، وزيد الخدمات اللي مرتبطة بالمراكز الصحية خاصة الريفية. الشغل الشاغل متاع أهالي تالا اللي هو إنشاء أحداث المشروع الضخم اللي هو المستشفى الجهوي متاع تالا، اللي مؤخرا وقعت الموافقة عليه وتوا في دور الدراسة وكل شيء، وإن شاء الله يرى النور في السنوات المقبلة. وكهو هذا ونظم ممثلون عن وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية التونسية للصحة الإنجابية زيارات ميدانية إلى أهالي تالا للاطلاع على أبرز مشاكلهم الصحية وتسجيل مقترحات الأهالي لتجاوزها. احنا باش نكونوا مجموعة من المتطوعين ومن المداخلين من المجتمع المدني ومن المباشرين في الصحة، كيفاش باش ننطلقوا من تقييم احتياجات المواطنين الصحية ولا الاجتماعية اللي عندها علاقة بالصحة، كيفاش باش نبتكروا حلول ونحطوهم معناها حيز التنفيذ، وبعد نجيو نشوفوا ان راه تحسنت الصحة في المجال هذا بالطريقة هذه ولا لا. سيرة الران فما خدمة، فما حاجيات برشا حسب مريض انا وحسب ما تنقلت لمنطقتي سيدي سهيل والعيايشة، المجتمع غادي والعبيد معناها اللي مشينا لهم، الناس عندها طلبات موجودة على أرض الواقع تنجم تتحقق. احنا بالبروجي هذا على الأقل حتى 50% نجم نحققهم ومشينا في المسار هذا مع وزارة الصحة. جهود تأتي في إطار مشروع الصحة المجتمعية للجمعية التونسية للصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة، والذي يهدف إلى تقليص النقائص وتقريب الخدمات الصحية لمتساكني ولاية القصرين. رغم نقص اليد العاملة تحرز المشاريع التنموية الجديدة بمعتمدية مطماطة الجديدة تقدما كبيرا، قرب بعضها وضع اللمسات الأخيرة والبدء بالاستغلال. تشهد معتمدية مطمطة الجديدة إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية الجديدة الرامية إلى دعم البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية بهذه المنطقة. من هذه المشاريع بناء محطة لتحلية مياه الشرب لفائدة سكان مطمطة ومطمطة الجديدة، وإنجاز دار للثقافة وتوسيع دار الشباب. حتى هذه سعة إنتاجها 4000 متر مكعب في اليوم بكلفة 5.9 مليون دينار، زوز خزانات
لخزن المياه المالحه، وبعث لك فما لو كومبارتيمون نتاع نتاع التناضح العكسي معناها نتاع المحطه نتاع المعمل وبيدو اللي باش يحل الماء. بناء دار ثقافه المطمطه الجديده معناها انطلق في اول السنه 2013، ومعناها يتكون من قاعة عروض تبلغ مساحتها 500 متر مربع وزوز مكاتب ووحدات صحية وغرف ملابس. وبالنسبة للمشروع هذا معناها يبلغ معناها الكلفة بتاعها حوالي 600 ألف دينار. الاخر لك صغيرات يجوا يترفوا شويه خير من اللي يبقوا في الشوارع، فهمتني ولا؟ واحد يتعلم في السرقه والاخر يتعلم في الزطل. مشاريع وعلى اهميتها تعترض انجاز عدد منها بعض الصعوبات التي تسعى السلطة المعنيه ومن خلال متابعتها اللصيقه لها لتذليلها. في مطمطة الجديده تبقى مشاغل المواطنين عديده وفي مقدمتها التشغيل بسبب افتقاد هذه المنطقه للانشطه الصناعيه. أضرب اليوم إطارات الشباب والطفولة في صفاقس احتجاجا على عدة مشاكل بالقطاع على حد قولهم. يذكر أن أكثر من 30 مؤسسة شبابية تنشط في صفاقس يشتغل في إطارها حوالي 150 إطارا. كان غياب ممثل وزارة الإشراف عن آخر جلسة تفاوضية جهوية قطرة نفاضت كأس احتجاج إطارات الشباب والطفولة بصفاقس، فكان إضراب اليوم الذي شل النشاط داخل المؤسسات الشبابية، مؤسسات يرى المضربون أن أغلبها تشكو عزوفا وتراجعا ملحوظين، زاد من حدتهما غياب النظام الأساسي ونظام مناسب في التصرف المالي. إذا كان الزميل الإطار مش يتصرف وفقا لما يتطلبه العمل البيداغوجي، نقولوا معناها مش تكون عليه مؤاخذات طبقا لما ورد في مجلة المحاسبة العمومية. وإذا كان تصرف وانضبط للمرجع هذا اللي هو مجلة المحاسبة العمومية، ما يجوش يتصرف بسلاسة ولا بطريقة تخليه يلبي طلبات الشباب. يدخل إلى صناديق المؤسسات الشبابية معالم مختلفة من الانخراطات إلى المبيتات إلى إمكانية كراء بعض فضاءاتها، مداخيل قد تساهم في تطوير نشاطها إذا توفر نظام تصرف أكثر سلاسة حسب رأي هؤلاء. على الأقل يعطيونا منشور يوضح عملية الصرف معناها في مؤسساتنا اللي عندها شوية خصوصية، معناها ما تجمش معناها تكون حسب مجلة المحاسبة العمومية، فهمت؟ إضافة إلى ذلك الإسراع بإصدار القانون الأساسي والقانون التوجيهي نقطة ثانية، إضافة إلى ذلك رفع المظلمة على الزمير سمير اللزاز اللي مدير دار الشباب الساقية. المندوب الجهوي الذي كان في عطلة أكد بالهاتف أن الملف يخضع ضرورة لمجلة المحاسبات العمومية بما يمكن من تفادي أي شبهة للتلاعب، أما النظام الأساسي فهو شأن وطني تنظر فيه الوزارة وتبقى قضية المدير المعزول بيد القضاء. عروض تنشيطية تجوب مختلف شوارع مدينة قبلي ولوحات فولكلورية وعروض شعبية وصوفية أثثت فعاليات الدورة 21 لمهرجان سيدي حامد لإحياء التراث، إلا أنه في اليوم الأول من هذه الدورة عثر على جسم غريب يرجح أنه قنبلة يدوية الصنعة أحدث حالة من الهلع في صفوف الحاضرين في المهرجان. تمكنت وحدات الحرس الوطني من إبطال مفعول لجسم غريب يفترض أنه عبوة ناسفة يدوية الصنعة في أولى أيام فعاليات مهرجان سيدي حامد من معتمدية سوق لحد من ولاية قبلي. ورغم هذه التهديدات المسبقة للرافضين لإجراء هذا المهرجان، فهي لم تمنع هذا الحضور المكثف لمتابعة اللوحات الفنية التراثية لهذه الجهة. ديت من بعض الناس معناها ما يمنوش بالثقافة، ضد الثقافة وضد التظاهرات الثقافية بصفة عامة. وقدمت فرقة المسرح بسوق لحد عرضا لإحدى ملاحم مقاومة المستعمر بالجنوب التونسي. المسرح هذه باعتباري صاحب النص والإخراج حبينا نوصل رسالة لجيل التو لشباب معاناة أجدادهم في محاربة الاستعمار الفرنسي، وباش نبينوا اللي راهو حتى الجنوب والمناطق الجبلية والصحراوية ساهمت في النضال ومقاومة الاستعمار. ندوات فكرية وعكاظية للشعر ومعارض مختلفة للصناعات التقليدية وعرض للحضرة لفرقة حمدية المنشية، تلك هي أهم العروض التي سيحتضنها مهرجان سيدي حامد لإحياء التراث بسوق لحد على مدى 3 أيام تحت تعزيزات وحضور أمني مكثف.
ثقافيا دائما حيث انتظم ملتقى إقليمي للمسرح بالمركبة الثقافي بمدنين، ملتقى شاركت فيه 5 ولايات وهي مدنين وتطاوين وجابس وقبلي وتوزر، شاركت بعروض مسرحية قصد تنشيط السياحة الثقافية بالجهة. النخلة تمضي جنوبا هو عنوان أول عرض مسرحي يفتتح به الملتقى الإقليمي للمسرح بالمدارس الابتدائية بالمركب الثقافي بمدنين. الملتقى متاعنا هذا يهم المدارس الابتدائية في النوادي المسرح في التنشيط الثقافي، والهدف منه هو إعادة الحياة للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية اللي هو عندنا خاصة من بعد الثورة رقد ضربة واحدة. عروض مسرحية أتقن ممثلوها أداءها على خشبة المسرح لتنتقل من فضاء مصغر بنواد مدرسية إلى فضاء أوسع بقاعة العروض أين برزت مواهب الأطفال. هي مشاركة مدرسة ابن خلدون بهذه المسرحية هي عبارة عن قصة، هي قصة حولت إلى عرض مسرحي، أضفنا الحوار أضفنا الديكور. هو راهو المسرح هو اللي يعطي يكون التلميذ، يكون شخصية التلميذ، يكون ملكات التلميذ، يكون إمكانياته في كل المجالات. وأعطيني مسرحا أعطيك شعبا عظيما. مثلت دورة في المسرحية اللي هو النخلة. نحب المسرح برشا. عرض مسرحي ثان بعنوان نقل مباشر يشارك في الملتقى مع فواصل غنائية أثثت هذه العروض، فقرات نالت إعجاب الجمهور الحاضر. والله عجبوني الكل. رأيي في المسرحية سمح، كانت جميلة وفيها بعض الألفاظ الرائعة. في ختام العروض المسرحية ينضاف عرض آخر غير مبرمج على أرض الواقع بين وزير التربية وعدد من المعطلين عن العمل بمدنين. هذا اللقاء كان فرصة لأصحاب الشهيد العليا لطرح أهم مشاغلهم خاصة المتعلقة منها بمناظرتي الأساتذة والمعلمين. مسرحيا أيضا واحتفاء باليوم العالمي للمسرح نظمت المندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير بالتنسيق مع جمعية المتوسطة الدولية لتنمية الثقافات نظمت المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب، وتضمن برنامج هذه التظاهرة عروضا مسرحية محلية ورشات تكوينية لفائدة المنخرطين في نوادي المسرح، إلى جانب لقاء مفتوح بين عدد من مسرحيي الجهة. بعث مركز فنون درامية ومخبري بحوثا في المجال المسرحي وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المسرحيين الهواة هي أبرز أهداف اللقاء المفتوح الذي جمع أكثر من 30 رجل مسرح من أبناء الجهة، وذلك بمبادرة من مكتب المنستير لجمعية المتوسطة الدولية لتنمية الثقافات. اللقاء هذا هو لقاء هام بالنسبة لنا في الجهة المنستير، لأنه الحقيقة لاحظوا اللي فما مركزية ثقافية كبيرة، يظل ماشيين في اتجاه جديد، ماشيين في اتجاه حتى من ناحية الدستورية معناها فما تكريس للبعد الجهوي. كيفاش نطوروا العمل المسرحي؟ و90% من المسرحيين المحترفين المتفرغين ياخذوا في 200 دينار منحة شهرية، اللي قاعدين نشوفوا فيه بعد الثورة توا في التلفز وفي الوان من شوات وفي من عرش الاخر مسرح لا إله إلا الله. وإذا هذاك المسرح أنا أخوكم ما عادش مسرحي. توا اللي مات عملوا مركز فنون درامية في قروان باهي حاجة خارقة للعادة، أما هات القانون الأساسي اللي يحمي الممثل ويحمي البنية هذيك كاملة. مركز الفنون الدرامية يبقى حلم المسرحيين في ولاية المنستير باعتبار ما تزخر به الجهة من مكونات عامة في المسرح، ونأمل أن تتضافر الجهود لإقناع وزارة الثقافة. واغتنم الساهرون على تنظيم هذه التظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للمسرح لتكريم المسرحي محمد القبودي. شاركت في أول عملية عام 45 في مسرحية بين حبين المرحوم قليب الاسطنبولي. انخرطت مع أنصار المسرح، قعدت 10 سنين معهم، عملت معهم 25 عمل مسرحي. بعدها نقلت لسوسة، شاركت في أول فرقة اللي عملها سي محمد الزرقاطي الله يرحمه. نحب باقي نحب المسرح معنا يجري في عروقي.
هذا الفنان القدير قدم الكثير للفن الرابع، ومن أهم الأعمال التي شارك فيها مع جمعية البعث المسرحي بالمنستير الشرارة الأولى ونهاية كراكوز والجرح المفتوح وبركسة جورا. والآن نمر إلى خبر يتعلق بالرياضة. فإحياء لذكرى وفاة ابن الجهة بطل الملاكمة علي السندي، نظمت جمعيات رياضية مختصة دورة إقليمية في الملاكمة للصنف الأصغر بقفصة يومي 26 و27 من مارس الجاري. إحياء لذكرى المرحوم محمد علي السندي بطل رياضة الفن النبيل، التأمت بالقاعة الرياضية المغطاة بقفصة دورة إقليمية في رياضة الملاكمة للأصاغر بمشاركة 15 جمعية رياضية من مختلف مدن الجنوب بتنظيم محكم من رابطة الجنوب الغربي والجامعة التونسية للملاكمة. ضمن دورة المرحوم علي السندي بالتعاون مع جمعية رابطة جنوب الغربي بقفصة الملاكمة، جمعية المشاركة جمعية مركز مدمج قفصة، جمعية واحد قبلي، جمعية أولمبي قبلي، جمعية سيدي صقر الذهبي سيدي بوزيد، جمعية جرجيس لعب الفردية، جمعية سيدي ملعب الرياضي بسيدي مخلوف، النادي الرياضي الصفاقسي، جمعية عسكرية القصرين. دورة هذه تمثل لي اعتراف كبير بالجميل. تصفيات وأدوار نهائية في دورة إقليمية استثنائية لمدن الجنوب توجت بتكريم الفرق الرياضية الفائزة، لم تحجب ما تعانيه رياضة الملاكمة والرياضات الفردية عامة من صعوبات على مستوى الدعم المادي والمعنوي لرياضيين حققوا ألقاب وتتويجات عالمية. كان يحب الملاكمة وكان يحب الأبطال ويحب الفن النبيل هذا، نشكره ورحمه عليه ترحيمه في هذه الدورة هذه، وإن شاء الله كل الملاكمين اللي عطاول تونس تكون دورات كما هذوما. نشجع الشباب الكل أن يترنوا الملاكمة. عادينا استاج معناتها 7 جور في مدنين، ومعناتها دابري الاستاج هذوكم وليت حكمة جهوية برابط الجنوب الغرب. الاعتراف بالجميل لأبطال تونس على غرار المرحوم محمد علي السندي الذي أعطى من وقته وجهده الكثير لتوفير أرضية ملائمة لنخبة من الملاكمين الشبان في دورة إقليمية لرياضة الملاكمة مطمح المشاركين فيها أن تصبح دورة دولية. ورد علينا خبر ضياع فيصل الشرقي البالغ من العمر 49 سنة، غادر محل سكناه يوم 22 من مارس الحالي باتجاه ميناء سيدي بوسعيد على الساعة 5 صباحا، ولم يعثر إلا على قاربه ومعطفه. فرجاء ممن تتوفر لديه معلومات الاتصال على الرقم 99 470 061. كما ورد علينا خبر ضياع المدعو إبراهيم بن عزوز بن الحاج إبراهيم بن الكيلاني من مواليد سنة 65 و900 وألف، مع العلم أنه فاقد للذاكرة، غادر محل سكنه بأريانا يوم 19 من مارس الحالي ولم يعد. فرجاء ممن تتوفر لديه معلومات الاتصال على الرقم 24 362 080 أو 22 222 676. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. حادث مرور يسفر عن مقتل مسن من ولاية سيدي بوزيد والأهالي يتذمرون من العبور المكثف لسيارات التهريب. نقص في التجهيزات الطبية يحول دون تقديم الخدمات الصحية المرجوة بمستشفيات المناطق الداخلية. تظاهرات ثقافية وعروض مسرحية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.